الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لعام كامل بقيت قريش تلملم جراحاتها وتفكر في الثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعت الجموع وأعدت العدة وتأهبت لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 3000 مقاتل. النبي عليه الصلاة والسلام وادعا في المدينة يرى رؤيا أفزعته، يرى صلى الله عليه وسلم أنه في درع حصينة، وأن سيفه قد أصيب، وأن بقرا تذبح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عالما بتأويل رؤياه، البقر التي تذبح أصحابه، والسيف الذي يثلم سيفه فيصاب منه عليه الصلاة والسلام، ويموت بعض قرابته عليه الصلاة والسلام. أصبح يحدث الناس والقوم فيهم من يؤول الرؤى ويعرف المعاني، لكنهم استثاروا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج من المدينة، مع أن الرؤيا مفادها أنه في درع حصينة أي في المدينة. استشار النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب، أصحابه الذين لم يدركوا بدرا ونفوسهم تتوق لأن ينالوا ما نال المستشهدون في بدر، أخذوا يثورون النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج. يقول قائلهم: يا رسول الله، إنا بين إحدى حسنين. والآخر يقول: يا رسول الله، أخشى أن تظن قريش أن عدم خروجنا هيبة لهم، فلا يزالون يستأسدون علينا. أكثر الأصحاب على النبي عليه الصلاة والسلام. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم داره، جاء الكبار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فقالوا للناس: على ما حملتم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ربما ما أراده؟ إن رسول الله يكلم بالوحي من السماء. انتظر الناس خروج النبي عليه الصلاة والسلام ليعتذروا له عن مراجعتهم إياه عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد خرج لابسا لأمة الحرب، قد شدت عليه حمائل السيف. فلما راجعوه عليه الصلاة والسلام قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يقضي الله تبارك وتعالى بينه وبين أعدائه. في من تبعه من الصحابة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا برزوا من المدينة خطب رأس المنافقين في بعض المنافقين، فرجع 300 رجل أو يزيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع ذلك أن يستمر بقية الأصحاب في الزحف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا أحدا، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: احموا ظهورنا، لا تبرحوا هذا المكان، لا تغادروه أبدا. وجعل عليهم عبد الله بن جبير. بقي الرماة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما نصر الله تبارك وتعالى أول المعركة نبيه والمسلمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم. حتى إذا ما رأى الرماة النصر تاقوا للغنيمة، أرادوا أن ينزلوا. قال لهم قائدهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أبى أن تنزلوا. فلم يطيعوا أمر ذلك الرجل ونزلوا على لعاعة من الدنيا ليجمعوها. لم يعد هؤلاء الرماة النازلون أبدا إلى أماكنهم. لقد التف عليهم خالد بن الوليد وتغير ميزان القوى في المعركة. اشتبكت الحبال في الحبال والنصال في النصال، حتى أن بعض المسلمين ضرب بسيفه بعض المسلمين. غاب صوت النصر هنا وبدت
لائحة وسحابة سوداء كان أحد مفرداتها قتل رسول الله. انكشف الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس ليس لهم هم إلا الاستيثاق من هذا الخبر، أين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أخذوا يبحثون عنه عليه وآله الصلاة والسلام. وكان رسول الله قد سقط في حفرة صنعها بعض المنافقين، فجحشت ركبته صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه الشريف، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله يسلت الدم عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا لحية نبيهم؟ فيأتي الأمر من السماء: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم. ما يدريك يا محمد أن بعض هؤلاء الذين خضبوا لحية نبيهم قد يخضبون لحى الكفار غدا مجاهدين في سبيل الله وتحت لواء الله. وضعت الحرب أوزارها بعد أن تغيرت الموازين، ورجع المسلمون وقد اطمأنت نفوسهم بعد أن أمنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حي يرزق، لكنهم رجعوا بدروس وعبر كانت أبلغ النصر. سر الأسرار في معركة بدر أن الثابتين على جبل الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوه وألا يغادروه، غادروه وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الهزيمة، شج وجه النبي عليه الصلاة والسلام وكان ما كان. في كم أمر خالفت وخالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت العاقبة على نحو ما وقع للأصحاب: وصدق الله وإن تطيعوه تهتدوا. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ورضي الله عن الأصحاب.